اتهم الكرملين أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين قائلا إن ما تريده كييف غير واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه حاول مرارا ترتيب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع، لكن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام على حد قوله.